على وقع الهدوء الكبير الذي يعم على جبهة صعدة، ينفذ محور آزال عمليات هجومية خاطفة انطلقت على 3 محاور مختلفة في المنطقة الفاصلة بين مديريتي الصفراء وباقم. التنفيذ الناجح الذي قام به أفراد الجيش يأتي قبيل ترصد واستدراج لمجامع تابعة للعناصر الإرهابية في وادي ثعبان، ومن هنا كان طرف خيط انكسار الحوثيين. احتدمت المعارك بشكل متسارع، استطاعت مجموعة من الكتيبة القتالية التابعة للقوات الحكومية من اختراق الصفوف الأمامية للحوثيين، والتي عادة ما تكون أكثر تحصيناً، لتنهار عناصر الميليشيات خلال ساعات قليلة. الرزيمات، حيث انتهت المعارك بالسيطرة الكاملة عليها. لقد اتجهنا، لقد تقدمنا في اتجاه الصفراء وقتلنا عدد العشرات منهم واستولينا على عدد من التباب، وهذه سلسلة فرد منهم وهذا قنايم منهم من الحوثي بفضل الله عز وجل. خلصت المعارك الدائرة على الجهتين بمقتل 30 عنصرا وجرح العشرات من الميليشيات، بينهما القيادي الميداني البارز والمدعو أبو محمد الغولي الذي ينتمي لمديرية كشر محافظة حجة، في حين استعاد أبطال محور آزال مجموعة من الأسلحة المتوسطة والخفيفة من قناصات ومعدلات وكلاشينكوف. ترافقت المعارك مع ضربات مختلفة لطيران الجو والمدفعية، حيث استهدفت مواقع عدة للحوثيين وطقمين عسكريين كانوا متجهين كتعزيزات بالقرب من قرية آل مزهر شرق مركز مديرية باقم. لقناة اليمن اليوم، عبد العالم دحلان، محافظة صعدة.